اسمعي الكلام يا شهد وامشي. اصل انت يا حبيبتي مالكيش في الدم، انت يا دوب شويه قانون على شويه لف ودوران. خايفه منها ولا عليها؟ ولا منها ولا عليها. انا اول مره اعرف يعني ايه خوف. انا هقسم الورث يا حسن. لا ايه، كنت عايزني اقول لك ايه، اني موافق. مش انت كنت عاوز كده؟ كنت. لازم كل واحد ياخد حقه يا حسن، الدنيا لازم تهدى. مش بمزاجك ولا بكيفك. الأرض لو اتقسمت البركة اللي فيها تقل، ملك كتير لو اتوزع يروح. مش ده كلامك؟ سيبك من اللي أنا قلته، تعال نعمل اللي قال عليه ربنا. الله الله، مين اللي بيقول الكلام ده؟ مروان؟ ايه؟ خلاص بك تعرف ربنا وحق ربنا دلوك؟ عندك حاجة تقول أكتر من كده يا حسن؟ ما هو خلاص دلوك الجسم هتبقى لصالحك، وزينب ونوح نن عين أبوه وقلبه لازم يعيش الدنيا ويتمتع بيها، وكريمة لو خدت اللي ليها مش هتعزه على والد بيتها، وشاهد حبيبة أمها، يعني كل حاجة في الآخر هتترمي في عبك. لا يا مروان، أنت ما تقلقش، خليك مطمن وأنا هباشر كل حاجة. بعد عن السكة دي يا حسن. سكة إيه؟ هو أنا ماشي في سكة عوجة ولا حاجة لا سمح الله؟ لا سمح الله، بس أنا عارف اللي دماغك رايحاله. دخلت عقلي وعرفت اللي فيه اياك. انت مش قد الناس دي يا حسن. عيل انا اياك يا مروان. عيل ايه؟ اللي انا عارفه ما تتخيلوش، ولا عندك فكره عنه. طب ما تقولي، رسيني، وانا مش اخوك. عرفني ان انا ما عرفوش. الناس اللي انت بتترمي في حضنهم دلوقتي خطر، هيمصوا دمك. يبقى انا حفرت قبري بيدي. خليك انت في الهم اللي انت فيه، ولما اشوف زينب سلم لي عليها وبوس لي نوح. حسن، انت مصدق ان زينب هي اللي قتلت عبد الله؟ انا لا مصدق ولا مكذب، انا كنت موجود واختها هي اللي بتقول. رتال، رتال بنت كريمه، أقصد أمك كريمة، مش أنت بتقول لها كده برضه؟ اسمع يا حسن، الكلام اللي في دماغك ده مش صح. ياما الوكل خلص ولا لسه؟ طب ما تقول لي امشي من غير ما تروط. ما يصحش يا ولد أبوي، تاكل الأول. بدري هنا؟ لا كويس. معلش ما تزعليش مني، اتاخرت عليكي وما عرفتش اجيلك، كان عندي مشاوير كتير قوي مع عادل. معلش هعمل ايه يعني، اتفضلي. كان عايزك في ايه؟ كان عايزنا رايه. انت هتهزري يا بت؟ ياه، هو انت خسرانه حاجه؟ ده يوم ما بدري يعرف هيعلقني من قفايا. وانت برضو واحدة زيك يا اما بدري. سيبي. سيبيه؟ سيبيه ده ايه؟ انت ازاي تتكلمي كده؟ انا واحدة دغري، ماليش في اي حاجة غلط، وماليش في السكة الشمال يا عنيا. ما هو انت لو ما مشيتيش بمزاجك هتمشي غصب عنك. انا ما فيش حاجة في الدنيا دي تحصل غصب عني، كله من هنا اهو، من كيفي. عارفة يا اختي ابو كيفو؟ انا بقى ابو كيفو. عصام عينه منك، وما دام عايزك مش هيسيبك ابدا. شوفي بقى. شوفي انتي، انا واقعه في مشكله، ومشكله كبيره ولازم اطلع منها. انا عارفه وعذراكي، جبريه من ناحيه وكريمه من ناحيه والعيال السوي عيالهم من ناحيه،
ربنا يكون في عونك. انتي مسنودة على حيطة مايلة، اللي زي بدري ده ولا حاجة، كبير ويلم شوية ناس كده ويطلع على الفلاحين وياخد منهم فلوس، لكن مش هيساعدك خالص. يعني انتي تقصدي ايه يعني؟ بصي، احنا عايزين واحد ايده طايلة تتسندي عليه كده وانتي مرتاح، واحد زي عصام. عصام دوت راجل غني مستريع، اول ما يقول كلمة الناس كلها تجري وراه وتبوس جزمته. هو ده بقى اللي احنا عاوزينه دلوقتي. انا مش عايزه حاجه غير فلوس وحق الليله السودا اللي بيتوها لي في القبر، مش اكتر من كده. شمس رايحه على فين؟ راح اطل على فتحي. مكلميه يجي؟ كلمته مش عايز يجي. ليه؟ حد زعله ولا دسله على طرف؟ ما اعرفش يا عمتي والله، بس من ساعه ما عرف ان حبله وهو مش على بعض. سلام يا عمتي. سلام. ابقي طمنيني. تعالي يا نظري تعالي. عامله ايه؟ حد بيسال يعني؟ ما تقوليش كده، ده الواحد زي ما يكون روحه طلعت من جسمه. مش عارفه اعمل ايه يا عمتي. تعملي ايه في ايه؟ مش عارفه افضل مع حسن ولا لا. انا عارفه ان حسن رجعني بس عشان خاطر اللي حصل، وعارفه انه مش طايقني. عنده حق، بس انا مش عايزه ابقى اعلى عليه يا عمتي. بعد ما عبد الحكيم رجع وفيدة مش هتسكت، مش هتسيبه في حاله، هتفضل وراه لحد ما يرجعها. بت، انتي خايفه انه حسن يرجع مفيدة؟ لا يا عمتي، انا مش فارق معايا يرجعها او ما يرجعهاش، انا بس يعني مش عايزه اعيش مع حسن شافها او خلاص. انتي بنت عمه ومرته، يعني فوق الكل. لا يا عمتي، انا مش فوق الكل، وانتي عارفه كده كويس قوي. اللي انا عملته في حسن عمره ما هينساه. انا بس يعني اذا كان بيعملني كويس فده عشان هو قلبه حنين وطيب، مش اكتر. ايوه صح. بقولك يا عمتي والنبي، محتاجه اشرب من ايدك فنجان قهوه. يا سلام، عينيا يا روح عمتك. تسلميلي يا حبيبتي. تسلميلي يا غاليه. همشي بقى يا عمتي. والقهوة يا بت؟ لا خلاص، ما انا اصل الصداع بتاعي راح.